فترة وعدت كيد. لما دخلت النادي الأهلي في حد قعد معاك وقال لك يا كابتن إمام هنا في ضوابط وفي حاجات ما تنفعش؟ هو مين في مصر ما عرفش إن النادي الأهلي سيستم؟ مين قعد معاك وقال لك كده؟ لا مين في مصر؟ مين من النادي الأهلي هو استقبلك قعد معاك؟ أنت ذات نفسك ما تعرفش النادي الأهلي؟ وأكد عليك في الضوابط والمحاذير والحاجات اللي ما تنفعش، نصحك. هي دي معلومة، دي ما فيش حد في مصر ما يعرفش إن النادي الأهلي سيستم والنادي الأهلي نظام. ما ده معروف، ما ينفعش. أكيد ما احنا عارفين، ما مصر كلها عارفة. ما بقولك ما فيش حد ما يعرفش كده. انت بقى جوه مين اللي قعد معاك؟ مين الشخص اللي قعد معاك وقال لك الكلمتين دول أول يوم ليك في النادي الأهلي؟ لا هو بصراحة الناس كلها كانت معايا، الناس كلها قعدت معاك لموك كده. لا مش لموني الناس كلها، يعني الناس كلها أنا ما شفت في نظرهم إن حبهم ليا، فأنا كنت بتكلم معاهم. يا إمام يعني مين الشخص أول شخص قعد معاك؟ كابتن محمود الخطيب. أيوة كده، اعتذرت له طبعاً أول ما شفته. بالفضل طبعاً وبشكره طبعاً على مساندته لينا، وكابتن خالد بيبو طبعاً هو اللي كان قاعد معايا واتكلم معايا والله في حاجات في نقط كده بسيطة بس. عايز تغششني كده نقطتين ثلاثة منهم؟ لا، هي النقط اللي هو اللي خلاص احنا في النادي الأهلي في سيستم في نظام، انت يا كابتن أكيد أنا عارف كل الكلام ده. نصحك بواحد اتنين ثلاثة؟ لا خالص. أخد عهد منك؟ لا خالص برضو. ما خلكش وعدته بحاجة؟ لا خالص والله. وعدته إن شاء الله هنجيب له أفريقيا. إن شاء الله. إن شاء الله.